الخبر الاول اللي عدى عن بنين ستار ودخولها المستشفى. فبنين ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري تشات بي من داخل المستشفى، من الواضح انه هي مريضه. ولكن الحمد لله بعد نور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام شيت ستوريات، وبهذه الستوريات كانت تقول بيها انه بنين ستار نوعا ما صارت زينه، الحمد لله على صحتها يا حبايب، والله يشفيها. راح تكون الستوريات تشوفوها. اوكي جايز، هالكم يوم انشغلنا ببنين مريضه. هلا هي تحسنت امبارح شوي، بس رجعت بالليل كثير متاخر، رجعت مرضت، واليوم هلأ كنا بالمستشفى فهيك اختفيت عنكم. كمان مثل ما عم تشوفوا صوتي مبحوح. هي الفترة الأخيرة كانت كتير شوي هيك ضغط نفسي علينا كلنا، على عائلتي يعني، ماما وأنا وبنين. ننتقل حاليا لباريج دادا، ليش هو قاطع على اليوتيوب؟ بباريج دادا نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات تندرد بيها على المتابعين يقولوا ليش تقاطع عن السوشيال ميديا. فهو صار يقول انه حاليا تركيا قاعد تصير حرايق. طبعا ما يعرف يا حبايبي انه حاليا تركيا تصير بها حرايق وبراكين ومدري شنو، طبعا الله يستر عليهم يا رب. فهذا سبب قلبه وباريج انه ما قادر انه ينزل، نوعا ما حزين على البلد. راح احطكم الستوريات تشوفوها. جماعة كيفكم يا جماعة؟ عم تسألوني إنه ليش ما عم تنشر ستوريات ومثل قديم، وقبل شوي شفت رسالة إنه قال لي إنه أنت متغير. يا جماعة تركيا عم ينحرق، غاباتنا وكل مكان عم ينحرق، حيوانات عم بيموت، الإنسان والناس عم بيموت، أنا كيف أنشر ستوريات وأفرح معكم؟ يعني لازم نفرح، بس يعني عم بيموت عالم وعم بيموت حيوانات عم بينحرق تركيا، أنا كيف أنشر لكم ستوري؟ يعني بس بدي منكم تفهموا. ننتقل حاليا على وسام تكيت وياسو والتقائهم بالسر. فياسو يا حبايب نزلت على حسابها بالانستغرام شيت ستوريات، بهذه الستوريات الاغلى المتابعين لاحظوا انه صوت وسام طلع به اللقطه من اللقطات. راح اعطيكم هذا الستوري مالتها، ركزوا بزين بالصوت مال وسام. كثير كيوت. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شو تتوقعوا ان السبب اللي يخليهم انهم يلتقون بالسر؟ دوم اغلب المتابعين صاروا يعرفوا انهم رجعوا لبعض من فيديو مال عيد ميلاد وسام مال حظنا. ننتقل حاليا لماريانا وستيلا غريب، واخيرا السبب الحقيقي للخلاف اللي ما بينهم. في البدايه يا حبايب اللي ما يعرف انه ماريانا غريب عندها اخت ثالثه اللي هي ستيلا غير كريستينا، ولكن هي ما معترفه بها من الاساس ولا تقول انه هي اختها. الا قبل فتره يا حبايب ستيلا طلعت وفضحت كل هذا الشيء للناس، وانا نزلت بهذا المقطع اللي ما شافه راح احطكم اياه بالوصف. مقطع من حوالي 6 شهور ستيلا تفضح اختها وكل اللي قاعد يصير، كل صاير يعني ماريانا كانت ناكره ابوها وكان ناكره اختها الله يرحمها طبعا ابوها. وستيلا اليوم يا حبايب نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان محمد عم يسالها اذا انت اخت كريستينا وماريانا، وهي قالت اي والله. وبالستوري بعد قال لها شو كنت ناوي تصالحين ويا ماريانا او كريستينا؟ فردت عليهم لما هم يصير بدهم، وهذا الشيء يعني من الواضح انه ستيلا هي تريد تصالحهم، ولكن ماريانا واختها هم اللي رافضين هذا الشيء. وبالستوري اللي بعده قال لها اذا اعتذرت من عند كريستينا وماريانا هل تسامحيهم او لا؟ فردت عليهم انه طبعا اسامحهم ومسوين هذا الشيء من قبل لما كانوا يريدون مصلحه من عندي. وبعدها بهذا الستوري واحد من المتابعين يسالها، وبعدها بهذا الستوري قال لي انه عيب على اخواتك انهم يبيعوكي على مود الغريب اللي هم يقصدون وسامتك تباعوها على مودهم، وان يمكن بيوم من الايام انه انت تموتين او تصير شيء وهم يتاثرون، وقالت انه هي هذا الخايفه من عنده. وهذا الشيء يعني هي تكشف انه ماريانا هي اساسا تركتها بس على مود روح وسامتك وفلوس ومصلحه وشهره. طبعا بالنهايه يا حباب هذا الشيء مو دايم، وانما الاخوه هي اللي دايمه، فما ادري صراحه شلون يفكرون هذول الناس. وبعدين سالوها انه شنو السبب الحقيقي الخلاف؟ فقالت المصاري والشهرة كفيلة تغير الإنسان، واللي هي تقصد إنه وسام تكت اللي هو منطهم الشهرة والفلوس يعني خلى ماريانا إنه هي تتغير عليهم. وطبعا ماريانا طلعت وردت عليها بالستوري، فنزلت هذا الستوري أحكي لهم يا طيبة يا أميرة كيف انظلمتي. فرجعت ستيلا حطت الستوري مال ماريانا وقالت شلون أتصالحهم مع إني رحت للاثنين واثنيناتهم صدوني، وهي أكبر دليل أنا شنو بنظرهم على ستورياتي ورد، وهذا أكبر دليل شنو أنا بنظرهم وهذا ردهم على ستورياتي، ما فهمت طالما أنا حية ليش أنتم عم تراقبوني من حساب غير أو حساب فيك. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، وليش ماريانا قاعده تبيع اختها بس على مود الفلوس والشهره. وبيصل انها صارت المقطع تم اعجابكم، تحطوا لايك اشتركوا بالقناه انكم في هذا الزين من قناه مكس القصص، وبس مع السلامه.